كم بالأستانة من معاني أثارت في حناياي الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون. فنن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين. مآذن إسلام لننظر إلى درة ثمينة من سلاطين الدولة العثمانية من أبناء أحد الولاة، وهو ينشأ في قصر الحكم والجاه غير مفسد لأحواله ومعاشه، كيف أنه نشأ محبا للدين والصلاح. إنه السلطان سليمان القانوني الذي يعد من أشهر سلاطين الدولة العثمانية. جامع سليمان القانوني من أشهر التحف المعمارية في الآثار العثمانية. جامع سليمان القانوني كان وما زال شامخاً يحكي قصة أبرز جامع من جوامع الدولة العثمانية، وهو المطل على مكان مرتفع في القرن الذهبي. ما زال هذا الجامع بتحفته المعمارية الجميلة يحكي لنا قصة سلطان عظيم يعتبر من أبرز سلاطين الدولة العثمانية، أوعز لأحد كبار مهندسيه المعماريين وهو سنان باشا رحمهم الله تعالى ليبني هذا الجامع. كلما أردت أن أتكلم عن تاريخ الدولة العثمانية وأنا أعد العدة لها يسألوني كثيرا: هل ستتكلم عن سنان باشا؟ هل ستشير إلى هذه الآثار العظيمة التي أشرف عليها سنان باشا بنفسه؟ لا يمكن لإنسان يريد أن يتكلم عن تاريخ الدولة العثمانية ويغفل جانب مهم يتعلق بالعمران في الدولة العثمانية، والذي نحن الآن عند أثر من آثاره. في سنة 946 الموافق سنة 1557 من الميلاد، أمر السلطان سليمان سنان باشا كبير المهندسين أن يبني له جامعاً، فاختار هذا المكان المرتفع المطل على القرن الذهبي في الجزء من البحر ليبني هذا الجامع بهذا الشكل، وفيه هذه القبة التي تعد أشهر وأكبر قبة في المساجد العثمانية بعد قبة السلطان محمد الفاتح. قبة مسجد السلطان محمد الفاتح استمرت كأكبر قبة في المساجد العثمانية إلى أن جاء هذا المسجد وجاءت هذه القبة لتكون أشهر قبة. نحن نرى أن هذا الجامع الآن أو هذه القبة تحديداً ترتكز على ما يسمى عند العثمانيين قديماً بأقدام الفيل، وهي الأعمدة العظيمة التي تقوم عليها هذه القبة. حرص سنان باشا على أن يضيف لوناً جمالياً في كل جزء من أجزاء هذا الجامع، حتى الشبابيك هي تحكي شكلاً جمالياً تميزت به المساجد العثمانية، الشبابيك الملونة. ثم المآذن الموجودة في الخارج، المآذن الموجودة في الخارج هي عبارة عن أربعة مآذن بأمر من السلطان سليمان القانوني، لأنه يعد رابع السلاطين العثمانيين بعد فتح القسطنطينية. وفي هذه المآذن الأربع يوجد 10 شرفات مطلة، وهذه العدد أيضا تم اختياره لأن السلطان سليمان القانوني يعد 10 خلفاء الدولة العثمانية. سليمان القانوني يعد من أشهر خلفاء الدولة العثمانية، والذي في عصره بلغت الدولة العثمانية قوتها وازدهارها ومجدها. سليمان القانوني
لم يكن أمره داخليا فحسب، وإنما كان أمره خارجيا أيضا في كسب قوة عظيمة للدولة العثمانية. تعلم في صباه، ولما حكم واجه نقض الأعداء للمواثيق، فدخل معهم بالحروب والمناوشات، تحالف مع الزعماء، وأظهر لهم عزة المسلم بدينه، واستطاع أن يبلغ بسلطانه ما لم يبلغه أحد من آبائه. استقبل السلطان سليمان القانوني حكمه بحركات تمرد واسعة استطاع أن يقمعها جميعا، حركتان في مصر والشام. نحن نعرف أن سليم الأول استطاع أن يقضي على دولة المماليك، لكنه بعد أن جاء سليمان القانوني بقي فلول من المماليك، ومنهم جان بردي الغزالي الذي حاول عن طريق شقيق قنصوه الغوري آخر سلاطين المماليك أن يتمرد في غزة وفي الشام ضد الدولة العثمانية، فقضت عليه جيوش السلطان سليمان القانوني. ثم حاول أحد الولاة في مصر أن يتفرد بحكم مصر، وقضى عليه السلطان سليمان القانوني أيضاً. ثم ظهرت حركتان متمردتان قريباً من السلطان، وقضى عليهم السلطان أيضاً، وكانتا تمثلان فكراً اعتقادياً مخالف لمذهب السلطان، إلى أن تم القضاء على جميع حركات التمرد، فتوطد الحكم للسلطان سليمان القانوني. هذه الثورات كانت قد أخرت السلطان سليمان القانوني في بناء الدولة من الداخل أو تسيير حركات الجهاد مرة أخرى. فلما توطد الحكم للسلطان سليمان القانوني بدأ الآن يفكر في تسيير حركات الجهاد لفتح بعض الجزر، وكانت أقرب الجزر له جزيرة قبرص التي فتحها، ثم جزيرة رودس التي كانت تسمى بجزيرة الفرسان. استطاع السلطان سليمان أن يستغل معاهدات التي كانت بينه وبين بعض الممالك أن يتوجه إلى جزيرة رودس، وأن يغتنم الخلافات التي كانت موجودة في الممالك الأوروبية، وأن يستولي عليها جميعا حتى ضمها إلى مملكته. هذه الحركات التي توج بها السلطان سليمان القانوني هي التي أدت بعد ذلك إلى أن تطمع فيه بعض الدول كفرنسا على سبيل المثال في محاولة لكسب وده وإقامة معاهدة بينه وبين الدولة العثمانية. هل هذه المعاهدة بين العثمانيين وفرنسا كانت في صالح العثمانيين أو ضد مصالح العثمانيين؟ والسلطان سليمان القانوني أحد أولئك السلاطين الذي نشأ كريم النشأة، جميل التربية، متعلما في البداية، مدللا في الوسط، حاكما في النهاية، مبتلا في حكمه بالمحن والمشكلات. أقام السلطان العثماني سليمان القانوني معاهدة مع ملك فرنسا، وهذه المعاهدة في حقيقتها وإن كانت تصلح للدولة العثمانية في تسهيل مهمتها البحرية مع بعض الممالك كمملكة نابولي التي اغتنم السلطان سليمان القانوني هذه المعاهدة في مهاجمة مملكة نابولي وفي التعاون مع فرنسا في مهاجمة بعض الجزر، إلا أن في حقيقة الأمر أن هذه المعاهدة مع فرنسا كانت امتيازات عظيمة تمنح للرعايا الفرنسيين، فلا يستطيع السلطان سليمان القانوني أن يملي عليهم شيئا، وكانوا يخضعون لملكهم أو سفيرهم. كانت هناك امتيازات بحرية للدولة لفرنسا في خليج البوسفور أو بحر المرمرة أو البحر الأسود التي كانت كلها خاضعة للدولة العثمانية. كان لهم حق المتاجرة داخل الدولة العثمانية وفي بعض الدول والمدن التي كانت تتبع الدولة العثمانية، وفي المقابل لم يحظى العثمانيون بامتيازات كالتي حصل عليها الفرنسيون. ولذلك ظن الفرنسيون أن هذه المعاهدة التي كانت بين سليمان القانوني وبين العثمانيين وبين فرنسا أنها تظهر قوة الفرنسيين على حساب ضعف الدولة العثمانية. لذلك نجد في أكثر من مرحلة من مراحل تاريخ الدولة العثمانية بعد هذه الفترة نجد كيف أن الفرنسيين كانوا يستغلون هذه المعاهدة
ويحاولون أن يمرروا شيئا من هذه الامتيازات إلى أن حصل ما حصل في محاولة السيطرة على مصر، ودخل نابليون بونابرت مصر إلى أن خرج منها بعد ذلك في سنة 1801. هذه المعاهدات مع فرنسا ثم من جاء بعدهم بعد ذلك كانت في كثير من الأحيان على حساب المصالح العثمانية. إن من يقرأ في سيرة السلطان سليمان القانوني يرى كيف أنه قد رجت له الأرض يوم أن انطلق بجهاده وجيوشه معلنا رفع راية الإسلام. إن كل بقعة من بقاع إسطنبول وتركيا تحكي سيرة هذا الرجل. في سنة 974 من الهجرة الموافق سنة 1566 من الميلاد طويت صفحة التاريخ العظيم للدولة العثمانية، وبقيت هناك بعض التنفيسات الموجودة عند بعض السلاطين الذين جاءوا بعد هذا التاريخ كالسلطان سليم الأول والسلطان عبد العزيز والسلطان محمود الثاني والسلطان عبد الحميد الثاني، أولئك كانوا قد أرسوا قواعد القوة لكنها كانت في فترة الضعف. السلطان سليمان القانوني في هذا التاريخ 974 الموافق سنة 1566 توفي ودفن بجوار هذا الجامع في قبلته. لكن ما هو السر بداية الضعف للدولة العثمانية بعد هذا التاريخ؟ نحن نعرف أن السلطان سليمان القانوني قد أرسى قواعد الدولة في الداخل وفي الخارج. في أثناء غزوات السلطان وفتوحاته كانت تجبى إليه النساء كعادة السلاطين العثمانيين ويتخذ منهن الجواري، وكانت منهن جارية روسية يقال لها روكسلانا، أحبها السلطان وعشقها ونسجت حولها الأساطير وقصص الحب والغزل التي لم يخلو منها كتاب، حتى وصفت هذه المرأة بأنها الساحرة لأنها سحرت السلطان كما يقولون وشغل بها، ولم يكن من عادة السلاطين أن يتزوجوا هذه الجواري فتزوجها و قضى بذلك على قوة السلاطين، ثم حولت هذه الخيالات إلى مسلسلات درامية عصفت بها الأمة عبر صور هابطة يريدون أن يصوروا لنا هذا السلطان على أنه سلطان مولع بالنساء حتى فتن بهن. نحن لا ندافع على أن هذه تعد نقطة من النقط التي أخذت بها على السلطان ومن المآخذ التي أخذت بها عليه، لكن ليست بهذه الصورة البشعة التي صور بها السلطان سليمان القانوني. أولئك الذين يعقدون لهذا الجزء من حياة السلطان أو السلاطين عموما، وهو الجزء المتعلق بالحريم السلطاني، ينبغي أن لا يغفلوا الجانب الآخر وهو المهم، وهو المتعلق بتلك الفتوحات والغزوات والآثار العمرانية العظيمة التي نراها في كل مكان من أنحاء الدولة العثمانية وفي إسطنبول تحديدا. ونحن نطوف في أنحاء هذه الأربطة والحارات والدروب الضيقة في السليمانية نرى أثر السلطان سليمان القانوني. كل هذا يطوى ويركز على جزء واحد، وهي علاقة السلطان سليمان القانوني بروكسلانا الروسية التي عشقها حتى فتن بها. لا شك أن هذا يعد مأخذا من المآخذ التي أخذت عليه، وهو الذي تأثرت به الدولة بعد ذلك، لأن روكسلانا أنجبت للسلطان سليمان بعد ذلك ابنه سليم الأول، وجرى خلاف بين سليم وأخيه مصطفى. كان مصطفى هو الابن الأكبر وهو المرشح لخلافة المسلمين أو للسلطنة بعد أبيه، إلا أن سليم نازع أخاه لأنه ابن روكسلانا التي كان يعشقها السلطان. طويت صفحة السلطان سليمان القانوني ودفن بجوار هذا الجامع في قبلته مع روكسلانا نفسها، ودفن في قبلة هذا الجامع أيضا سنان باشا كبير المهندسين المعماريين، وبدأ عهد جديد للدولة العثمانية بتولي سليم الأول، والذي كان مع الضعف الذي بدأت به الدولة العثمانية إلا أنه بدأ قويا، وجرت كثير من المعاهدات التي تدل على أن هذا الرجل تدارك الوضع وحاول أن يبني دولة قوية عظيمة، كما سيعرف إن شاء الله تعالى من تاريخه. السلطان سليمان القانوني
كان وما زال نجما لامعا من نجوم السلاطين العثمانيين لا يمكن أن يمحى ذكره ولا أن يكدر ماؤه بمسلسل هابط لا يراد منه أن يعرض سيرة السلطان سليمان، وإنما يراد منه أن يلوث عقيدتنا وفطرتنا وخلقك أنت وخلقك أنت أيها الشاب والفتاة المسلمين. إن هذه الكلمات والمشاهد التي رأيتموها من آثار عظيمة للسلطان سليمان القانوني هي رسالة موجهة لنا نحن المسلمين، إذا أردنا أن نروي سيرة السلطان سليمان أو غيره من سلاطين الدولة العثمانية فإما أن يكتب بقلم صادق وإلا فليكسر القلم. إن هذا الإعلام الذي صور لنا السلطان سليمان القانوني على أنه رجل مولع بالنساء مغرم بها، لا هدف له في الحياة إلا أن يشبع رغباته، لا مقصد له في الدنيا إلا أن يقضي وطره، هذا زيف للحقائق وبطلان ما بعده بطلان. إن الحقيقة على خلاف ذلك تماما. ما أحوجنا أن نعرض سيرة السلطان سليمان القانوني كما هي، وأن نحارب كل من أراد أن يكون خصما لتاريخنا وعدوا لأجدادنا وحربا على سيرنا. ما أحوجنا أن نربي في نفوس أولادنا الحقيقة الصحيحة، لأنه بتلك الحقيقة وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا، ترى اسلام بول، مآذن اسلام بول.